اهلا بيكم معانا في معلومتنا السريعه من ميدليرن النهارده، وهي معلومه عن كونديشن يعني ما فيش حد ما شافهاش في الميديسن، الا وهي الاكيوت هيديك. لما يجي عيان بيشتكي من اكيوت هيديك في حاجات معينه لازم نعمل لها ايفالويشن كده واحنا قاعدين، لان طبعا هو الاكيوت هيديك ده ممكن يتراوح اسبابه عديده جدا. طبعا اختارها السب اركنويد هيموريج، هي دي الحاجه المرعبه اللي بيجي في يعني مخيف، ويجي يشتكي العيان دايما يقول لك انا اعنف هيديك شفته في حياتي، اوكسيبيتال هيديك طالع، حاجه مرعب جدا. لكن في اسباب كتيره تعمل اكيوت جالي صداع مفاجئ. هنا اوت لازم نضع في اعتبارنا البيت سايد دايجنوسيس، ده خطير جدا. وانا قاعد كده شويه حاجات اعملها في الكلينيك او في الاكزام، واقدر اوصل الى حد ما كلوز تساعدني في الدايجنوس. يعني باختصار نشوف هيستوري، واحنا في الهيستوري اوف كافيين انتيك، تقول لي يلا كافيين بيعالج ليه ده؟ ما هو بيعالج بس الكافيين ويزدرول ممكن يعمل هيدك. يعني انا مره كان جالي هيدك انا مش هنساها، ونادر الحمد لله نادرا ما بيجيلي، جالي هيدك واتضح ان انا كنت يعني اتشغلت وظروف قلت معدلات الانتيك اوف كافيين عندي، وجات لي هيدك، واخد بالك ازاي؟ فمجرد الكافيين والذرول ده ممكن يبقى فاكتور، عشان كده نساله انت بتاخد كافيين، وقفت وقربت كذا، ممكن يبقى هو سبب الهيدك في القصه دي كلها، شويه كافيين يخلصوا الموضوع على طول. او قهوه يعني. تروما كونكشن سبديورال هيماتوما سيرفايكال سبرين هيستوري اوف تروما، يقول لي سبب الهيدك واضح، اتخبطت في دماغي او رقبت يعني. ريليف اوف هيدك باي سوبرفيشال تمبرال ارتري كومبريشن، لما اضغط عليه يختفي الهيدك ده يخليني افكر في احتمالات ميجرين على طول، لان انا السبب الميجرين الفازو دايلاتيشن اللي بعد بيحصل انيشال فازو كونستريكشن يعمل الاورا وبعد كده دايلاتيشن. فانا لو ضغطت على السوبرفيشال تمبرال ارتري منعت الفازو دايلاتيشن ده وقل شويه الهيدك، يبقى ده تمشي مع ميجرين بقى على طول، انا مانع الفازو دايلاتيشن اللي هو عامل البين. الفيفر هنا اهوت، الفيفر وجود فيفر مع الهيدك ده يقول لي احتمالات انفكشن، ممكن الموضوع يوصل لمينينجايتس، يعني فيفر مع الهيدك مش هزار. وممكن طبعا كومن كولد يعمل لي فيفر شويه، او انفلونزا شويه فيفر وهيدكس، يعني من دي لدي. شوفوا بقى يا قلبي لا تحزن، يعني النقيضين. نيوكل ريجيديتي لما اختبر العيان دي مهم، مفيش عيان يعدي من تحت ايدكو عنده اكيوت هيدك الا وتعملوا له تيست وتشوفوا الاحتمال، ده مش هزار، لان ايرلي انتيبيوتيك يوز ممكن ينقذ عمره في اللحظه دي. ده وجود نيوكل ريجيديتي سجست مينينجيال اريتيشن زي مينينجايتس والسب اركنويد هيمورج، الاثنين يعملوا سواء بانفكشن او بالبلاد اللي موجود يعملوا اريتيشن في المينينجيز ويعملوا ساينس اوف نيوكل ريجيديتي المشهوره. التندرنس اوف ذا سوبرفيشال تمبرال ارتري، مش ان انا اضغط عليه ويختفي البين، لا ان هو تندر، ده موضوع ثاني، انه ثيك وتندر دي تخلينا افكر في تمبورال ارترايتس اللي هو جاينت سيل ارترايتس اللي لازم ياخد كورتيزون قبل ما نفكر، عشان دي ممكن توصل اوفثالميك ارتري وتعميه يتعمي لو ما اديناهوش كورتيزون ايرلي، مش هستنى دايجنوزس حتى. يعني انا وصل ان هو الارتري محسوس وثيك وتندر ومع هيدك وسوبرفيشال تيبر ارتري محسوس، ندي كورتيزون وبعد كده نفكر. يعني باختصار يعني بياخدوا له بايوبسي ويلاقوا الجاينت سيل انفلتريتنج الوولز دي اللي بتشخصه. ساينس ترانس اليومينيشن يتعمل وتشوفوه في الاطلس، عندنا اطلس هينزل حاجات اجزاء منه كبيره في السلايدز بتاع كونتينوس ميديكال ايديوكيشن اللي هتنزل لوحدها ان شاء الله. شوفوا الساينس ترانس اليومينيشن، تلاقي لو في لاك اوف ساين، يعني واحد منور والتاني لا، او الاثنين، يبقى انا ده احتمال كبير قوي ساينوسايتس، في صديد نوت او سكريشنز منع الترانس اليومينيشن، تحط الكشاف جوه واشوف الوميض من هنا اهوت او اللايت، يبقى ترانسميتد لحد هنا، لو مش ترانسميتد يبقى في حاجه في الساينس وانا قاعد. يعني هي الميزه هنا في النقط دي، انها بيت سايد دايجنوس كوست افكتيف ابروتش زي ما بيقول، وانا قاعد كده حاله اكيوت هيدك مش هقعد انا بقى ادخل اعمل لي انفستيجيشن، لو هو قاعد قدامك العيان طبيعي يعني مش، وحاله اكيوت هيدك الاول شوف هيستوري اوف كافيين انتيك عشان دي احتمال كافيين وذرول ونخلص، تعرفت الكوس غالبا. تروما هيستوري اوف تروما تكون كذا ولا كذا، هل الهيدك ده بيتحسن لما اقوم واضغط على السوبرفيشال تمبرال ارتي، ده احتمال ميجرين. هل في فيفر اسوشيتد؟ طبعا تمشي من انفلونزا لمينينجايتس الاثنين معاهم فيفر
ويعني على حسب طبعا الكونديشن بقى اللي قدامك هنشوف النيوكال ريجيديتي ونختبر النيوكال عشان الريتيشن في المينينجيز دي مهمه جدا مينينجايتس او سب اراكنويد هيموريج تندرنس في السوبرفيشال تيمبورال ارتري وثيكن ذا ارتري ده في تيمبورال ارترايتس ده ياخد كورتيزون على طول يعني وانت قاعد حتى بيبقى عندك ثيرابيوتيك فيلوسفي بتتولد يعني انا لما يبقى عندي احتمالات مينينجايتس من فيفر ونيوكال ريجيديتي هبدا انتيبايوتيك بعد كده افكر لو عندي الهيدك سيفير جدا ومعاه ساينس اوف نيوكال ريجيديتي وبيقول لك اعنف هيدك جاله في حياته افكر اكونسلت نيوروسيرجن في ساعتها الاقي التيمبرال ارتري سوبرفيشال تيمبرال ارتري اضغط عليه يختفي البين ده ادي له علاج ميجرين في ساعتها ممكن تختفي الاتاك وقاعده في اوضه ضلمه شويه التندرنس هنا هو في السوبرفيشال تيمبرال ارتري وثيكن ذا ارتري ادي كورتيزون عشان امنع البلايندنس فاحنا بنتكلم على ايه هيلمان وانا قاعد ما اتحركتش من ايه من موقعي يعني امام العيان ساينس ترانس اليومينيشن مهمه جدا هتتعمل عشان احتمالات ساينوسايتس وده طبعا محتاج علاج وانتيبايوتكس الى اخره ونيزل دي كونجستنت يبقى انا كده عندي وانا قاعد شويه اسئله اخبار الكافيين ايه وقفت قريب لاستخدامه اتخبطت قريب اطلع اجي اضغط على السوبرفيشال تيمبراتشر واشوف تاثيره على الهيدك الحراره عامله ايه نيوكال ريجيديتي هل تندرنس هنا ولا لا ساينس ترانس اليومينيشن مجموعه حاجات تتعمل وانا قاعد بيت سايد ايه ممكن ايه تساعدني في تشخيص الحالة وتوجهني صح بإذن الله وشكرا إلى اللقاء بإذن الله.